شروط الصلاة. نماز إن شاء الله رنا نرد شند ونلا رشيج. الصلاة لابد لها من شروط قبل أن ندخل فيها لابد نأتي بشروط الصلاة. بلينك نماز الوشطة ما دون جبال الشرط لار وادر بونلا رشند الشرط الأول الإسلام. بو شرط لارن إلك إستاندر. فلا صح الصلاة من كافر من مشرك. يعني كافر كم سدن مشرك كم سدن النماز كبر والماس. نعم. من يسب الرب يسب النبي صلى الله عليه وسلم يستهزئ بالدين الاسلامي لا تقبل صلاته حتى يتوب. الله söven, peygambere söven. İslam diniyle alay eden kimsenin namazı elbette kabul olmaz. يطوف حول القبور يكون ساحر مثلا هذا لا تقبل صلاته حتى يتوب قبل لنا ترافن طواف دان يدا سحر يفان كمسن نماز قبول olmaz هذا اهم كذا kadar kabul olmaz هذا اهم شرط من الشروط بل هذا الشرط يوجد في كل العبادات فلا تقبل اي عباده الا بهذا الشرط الاسلام اي التوحيد نمازن شرطلارن ان önemlisi islam şartıdır فلا بد نهتم بالتوحيد وكذلك نحذر من الشرك حتى لا يفسد الشرك علينا العبادات والله اعلم بسم تفيد اهمرميز لازم شركه اهمرميز لازم كي اعمالlerimiz boşa gitmesin namazlarımız boşa gitmesin